مرحبا بكم في رواق التعريف باللغة العربية. اللغة العربية من أكثر اللغات العالمية انتشارا، وتم تصنيفها كواحدة من اللغات التي يسعى العديد من الطلاب إلى دراستها، خصوصا غير الناطقين بها، من أجل التعرف على جمال كلماتها. اليوم سأعرفكم عن عناوين أهم الكتب والعلماء وعلوم اللغة العربية والكثير من المعلومات. أما في رواق القواعد فستتعرفون على حروف النداء والجزم والنصب وحروف الجر والعطف، وأيضا سوف تتعرفون على النعت والجار والمجرور والمنصوبات من الأسماء وغيرها من قواعد اللغة العربية. بكم في رواق المفردات. هذا اليوم سأعرفكم عن أصعب الجموع في اللغة، وعن الفرق بين شرى واشترى، وعن الفرق بين الفقير والمسكين، وأسماء الناقة والأسد وأصوات الحيوانات وغيرها من المفردات. وستتعرفون في رواق الشعر والخط عن بعض الخطوط العربية وأسماء من القرآن ومعاني الأسماء وغيرها من المفاجآت.